إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل غسل الجمعة يسبقه وضوء؟ وإذا انتقض هذا الوضوء هل الغسل يجزئ؟ لا شك أن الغسل المشروع الأكمل فيه سواء كان غسلا مستحبا أو غسلا واجبا، الأكمل أنك تتوضأ أولا وضوء الصلاة ثم بعد ذلك تغسل، تفيض الماء على جسمك 3 مرات، هذا هو الأكمل ولا هو. وإذا نويت الحدثين أو نعم أو نويت الغسل المسنون والوضوء معه جميعا وفضت الماء على جسمك مرة واحدة أجزأ هذا، لأن طهارة الصغرى تدخل طهارة الكبرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا مجزي، ولكن الأفضل لا، الأفضل الفصل بين الوضوء وبين الاغتسال، هذا هو الأفضل والأكمل في غسل الجمعة وغيره.